نبدأ الأصناف العشر من الناس غير المعروف فيهم، هي عشر أصناف كالتالي: 1 الدبابة المدرعة، 2 القناص، 3 القنبلة اليدوية، 4 المتعالم أو المدعي المعرفة، 5 المغرور. راح نفرق بين الاثنين هذول، المتعالم والمغرور، و6 الإمعة الذي يقول ما لا يفعل، و7 المتردد، الإمعة الموافق دائما طبعا والمتردد، و8 الشخص العدمي اللامبالي، و9 الشخص السلبي الرافض دائما، و10 الشخص الشاكي الباكي عدم اللامبالي أو الصامت. دول ما نبدأ بهدول 10 أصناف راح نيجي لعدسة الفهم. بداية، الناس بيكونوا بالمنطقة العادية اللي هي بالمنتصف، بيتفرقوا لقسمين لأربع أصناف رئيسية: يا أما الناس بتتجه لبؤرة العمل، يا أما بتتجه لبؤرة الناس. طبعا هدول بين الاثنين هدول راح يكون في أصناف كثيرة من الشخصيات الصعبة. يا أما الناس بتتجه للعدوانية أو الخانة المستكين، كمان بين الاثنين راح يكون في عندي شخصيات صعبة مختلفة. عدسة الفهم هون لما يتجه الشخص للعدوان وبؤرة العمل بيكون هدفه إتقان العمل، لما يكون متجه لبؤرة العمل والخانة المستكين بيكون هدفه إنجاز العمل. المنطقة العادية هي توازن بين أربع جوانب. الهدفه لما يكون متجه للخانع المستكين لبؤرة الناس بيكون هدفه الانسجام مع الناس، بينما لما يكون متجه للعدوان ولبؤرة الناس بيكون هدفه الحصول على إعجاب الناس وتقديرهم. طبعا الأهداف الأربعة هذول راح ينتج عنها أشخاص صعبين للناس. طبعا هاي نفس الفكرة هون، لما تخيب الآمان، لما ما يحقق هدفه هذا الشخص راح يتحول طبعا لشخص صعب من راس. لما يكون هدفه إتقان العمل وما يتحقق، هو كان متجه لبؤرة العمل والعدواني بصير تحكم، ينتقل للتحكم. لما يكون هدفه إنجاز العمل متجه لبؤرة العمل والخانع المستكين بصير سعي للكمال أو المثالية، ولما يكون متجه لبؤرة الناس والخانة المستكين وهدف الانسجام مع الناس لما ما يحقق هذا الشيء بسعى لنيل التقدير والموافقة. ولما يكون هدفه الحصول على إعجاب الناس وتقديرهم يكون متجه للعدوان وبؤرة الناس بصير يعمل لفت انتباه. طبعا هذا الشيء لأربع هدول لما تخيب آمالهم إنجاز الأربع أمور الرئيسية ينتج عنها شخصيات صعبة من رأس مثل ما تكلمنا. التحكم لما يتجه للتحكم بينتج عنا 3 شخصيات صعبة من رأس اللي هي القناص، راح نتكلم شلون نتعامل معه قدام شوي، وبينتج الدبابة المدرعة كمان راح نتكلم عنها قدام، وبينتج المتعالم الشخص اللي عنده المعرفة بس شو يصير متعالم يظهر المعرفة هاي صعب من رأس. السعي إلى الكمال لما يتجه الشخص السعي للكمال بينتج عنه 3 شخصيات صعبة مراس اللي هي الشاكي الباكي والسلبي الرافض والشخص العدمي. لما يكون السعي للحصول على الإعجاب والموافقة يكون الشخص بينتج عنه 3 شخصيات صعبة مراس اللي هي الشخص الإمعة والشخص المتردد والشخص العدمي. طبعا عندما يتحدث الشخص صعب المراس هدفك استمع لكي تفهم. إذن هدفك استمع لكي تفهم، مش استمع لكي ترد أو استمع لكي تجيب. في فرق هون تكلمت عنه كثير مرات أنا، إنه بين استماع السيرة الذاتية واستماع التقمص العاطفي. شو الفرق بين استماع التقمص العاطفي واستماع السيرة الذاتية؟ استماع السيرة الذاتية هو أنه تنتظر لما يخلص الشخص الآخر كلام فأنت بتبدأ كلام عن نفسك، بينما بيختلف تماما عن استماع التقمص العاطفي هو استماع لكي تفهم. خطة العمل، طبعا خطة العمل مكونة من 5 خطوات رئيسية اللي هي تعالف معه بالبصر والسمع بالبرمجة الغضوية العصبية، عندنا موضوع مهم جدا اللي هو الألفة، التآلف البصري والسمعي. أيضا البصر طبعا لغة الجسد body language، طرح دورة كاملة عن موضوع لغة الجسد ممكن ترجع لها.
والسمع جهارة الصوت سرعة الكلام وطبقة الصوت طبعا الآلف بعضهم. اثنين كرر بعض الكلمات وتكرار بعض الكلمات مفيد جدا مع الشخصيات صعبة المراس. ثلاث وضح معنى تلك الكلمات ومقاصدها ومعاييرها. طبعا لما توضح هذه الكلمات الشخص الثاني إذا كانت غلط هو بوضح يصحح الموقف، إذا كانت صح بوافق فأنت تعاملت بشكل إيجابي مع الشخصية صعبة المراس. أربعة لخص ما قد سمعته، وخمسة تأكد من أنك قد فهمت تماما. نحن كمان بعدسة الفهم أن الإعلان عن نواياك قبل الحديث يجعل الناس يعرفون من أين أتيت ويحول ذلك دون حدوث الكثير من سوء التفاهم. دائما عبر عن ذاتك، عبر عن نفسك، وضح نواياك قبل الحديث مع الشخص الآخر. هذا بحد كثير طبعا من الشخصيات صعبة المراس. عندما تتحدث مع ذوي السلوك الصعب من الناس أنت تتحدث لكي يفهم الآخرون. إذا تحدث استمع لكي تفهم. عندما تتحدث الشخص صعب المراس لما أنت تتحدث مع الصعب المراس تحدث كي يفهمك الآخرون. خطوة العمل كمان خمس خطوات اللي هي راقب نغمة صوتك، الإلقاء، نحن نتكلم عن موضوع الإلقاء، راقب نغمة صوتك، فن الوقفات، تنويع نغمة الصوت، راقب نغمة صوتك عندما تتكلم بطريقة هجومية، بطريقة تحديثية، بطريقة يائس، بطريقة مثلك. طبعا نغمة الصوت بتفرق معك. اثنين وضح قصدك الإيجابي، اشرح نواياك مثل ما تكلمنا قبل. ثلاث قاطع من يعترضك في أثناء الحديث ولا باقي، أقول له أنا ما خلصت كلامي، معلش اعذرني يعني أنا ما خلصت كلامي خليني أكمل للنهاية. أربعة قل الحقيقة، والخمسة استعد للاستماع. بعد ما تحكي أنت مع شخص صعب المراس استعد أنك تسمع أنت كمان لكي تفهم مرة ثانية، لكي تفهم مش لكي ترد. عندما يكون الناس في أسوأ حالاتهم هدفك خطط وتوقع الأفضل. دائما أنت خطط وتوقع الأفضل. خطط العمل استعمل قوة بيج مليون، طبعا بيج مليون عنك عنها. أعطي فائدة الشك واحترم الانتقادات. دائما الانتقاد شو ما كان يا أما من شخص مبغض أو شخص محق بطريقة سلبية أو طريقة إيجابية. بكل الأحوال أنت استفيد من الانتقاد واحترم الانتقادات وأعطي فائدة الشك، ولا تجيب بطريقة دفاعية أبدا ولا تدافع عن نفسك نهائيا. دائما أخذ الموضوع ليس بمحمل شخصي. بيج مليون أطلق الباحثون على هذا الأداء المميز تأثير بيج مليون داخل الفصل. توقعات المدرسين كبيرة فيما يتعلق بذات التلاميذ، وعلى الرغم من عدم ذكرها قد ساعدت التلاميذ على الثقة بأنفسهم وبالتالي تصرفوا وفقا لذلك. وقد أظهرت دراسات أخرى أن أداء الأشخاص إلى حد ما يرقى أو ينحدر على مستويات توقعات الآخرين بالنسبة لهم. يعني لما تعطيه تتوقع للآخرين، طبعا أجروا تجربة على طلاب بالمدارس تلاميذ، أعطوهم توقع إيجابي، طلاب هذول أنتم متفوقين، هذا طبعا كان طالب عشوائيا مش بناء على أنهم متفوقين، وبناء على هذا الاختيار تحسن، لاحظوا أن تحسن مستوى الطلاب. ليش؟ لأنهم أعطوهم توقع إيجابي أنه أنتم متفوقين، علما أن الاختيار كان عشوائي نهائيا. كمان إضافة لذلك المعلمين اللي اختاروهم للتلاميذ هذول كمان الاختيار كان عشوائي وتحسن مستوى المعلمين، وبالتالي التوقعات الإيجابية تعطي أثرها طبعا كمان التوقعات السلبية نفس الشيء تعطي أثرها السلبي. فإذا قوة بيج مليون، استخدم قوة بيج مليون.